أهلا وسهلا بحضراتكم. مفهوم الإيجابية بيلعب دور مهم في حياة الإنسان. هذه الإيجابية بتساعد على تخطي مختلف المشاكل والعقبات، وهي المضاد لكلمة السلبية، والطاقة الإيجابية هي المضاد للتشاؤم وغيرها من الصفات اللي ممكن بتوقعنا في براثن الفشل بشكل عام. في هذه الفقرة هنتكلم عن مفهوم الطاقة الإيجابية وإزاي نشحن نفسنا بالطاقة الإيجابية صباح كل يوم. معنا في هذه الفقرة ضيفنا العزيز الدكتور طارق إلياس، هو خبير التنمية البشرية. دكتور طارق أهلا وسهلا. صباح الفل يا دكتور، منورنا. معلش ثانية واحدة بس أقول حاجة الهمام، هو ده سؤال إزاي نشحن نفسنا بطاقة الإيجابية كل يوم الصبح؟ طبعا اتفرجوا على هذا الصباح اتفرجوا على هذا الصباح تمتلئوا طاقة إيجابية. بس احنا المفروض احنا ما نقولهاش، هو دكتور طارق اللي يقول. أيوة بالظبط كده، انصح الناس. هو دكتور طارق ألهمنا قبل الهوا، فأنا بقولها بالنيابة عن دكتور طارق. يا أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. سؤال واضح جدا. أيوة. هل مفهوم إن أنا يكون عندي طاقة إيجابية أو أدي طاقة إيجابية اللي حواليا هي بس المصطلح اللي كنا زمان بنقوله انظر إلى النصف الممتلئ من الكوب، ولا في معاني أوسع وأشمل؟ طبعا يا فندم، أهم حاجة فيها ابتعدوا عن البؤساء اللي هم بيخلوا الحياة صعبة، اللي هم بيبقوا عندهم إحساس إنهم ضحية في طول الوقت. وبالتالي لما بينقل إليك ده في الأول أنت بتسانده وبتدعمه، معلش والدنيا هتبقى كويسة، مفيش فايدة. فعلشان كده تقوموا عاملين ايه بقى؟ تحاولوا تتجنبوا الحوار في بداية اليوم مع هذا الشخص لغاية انتوا ما تفوقوا، لغاية ما تحسوا ان انتوا بدأتوا تعملوا شغلكوا، لغاية ما تحسوا ان الطاقة الإيجابية دخلت وبقت متواجدة. هيبقى بإمكانك المناقشة، بإمكانك انك تتكلم، لكن مش من بداية اليوم. فدي أول نصيحة. أول حاجة نبعد عن البؤساء واللي دايما شايفين ان كل حاجة ضلمة. والبؤس بيجي بالعدوى، زي بالظبط إحساس الجوع. الواحد لو شاف حد بياكل ساندوتش بشهية مفتوحة ممكن لو مش جعان يجوع. هو نفس الحكاية دي، زي العقل الجمعي. وانت قاعد جوه مسرح ولقيت ناس ضحكت على نكتة بتضحك، وانت ما ضحكتش عليها بتضحك معاهم. صحيح. يبقى هي الحكاية بتبقى كده. طيب ده جانب. خدوا بالكم من حاجة، ان الحزن اكثر تأثيرا من الفرح. بمعنى ان الانسان الحزين بيعمل التأثير السلبي بتاعه أعلى وأكبر، بيكسب تعاطف أكتر من الفرح، ومش بس كده بيسيب نوع من التأثير السلبي عند الناس أكتر من تأثير الشخص المبسوط الفرحان. وهنا هدي لحضرتك مثال. الواحد لو خد لا قدر الله جزء في شغله بيفضل فاكره فترة طويلة، ولو خد مكافأة بينساها بعد كام يوم عشان هيصرفها. ما هو بالظبط كده، هيصرف على طول. فما شاء الله. عارف ليه بقى؟ لانك يعني الاحساس بالسعاده ما بياخدش وقت كتير. دي حاجه. في حاجه مهمه عايز اقولها لكم، ان نص الكوبايه الفاضي ونص الكوبايه المليان ده مش قاعده ثابته عند كل الناس. يعني ايه؟ هل تعلموا ان المبدعين والفنانين دايما ينظروا الى النص الفاضي مش المليان عشان يملا؟ يا سلام عليك انت كده يا استاذ همام، جبت من الاخر. اولا علشان يملالي انه بيدور على المساحه الفاضيه اللي هو هيشغلها. ادي اول نقطه. الشخص الايجابي دايما يقول لك ما هو مليان، انا هكمل فيه ايه؟ خلوني في الفاضي عشان انا اللي اكمله. فدايما عنده دافع، عنده استعداد انه يعمل حاجه افضل. ده الشخص المبدع. والشخص الايجابي بطبعه وعاده المبدعين بيبقى عندهم الجانب الايجابي ده، انه هو على طول بيحاول، على طول صحيح. بيعمل محاولات متعدده. مش من النوع اللي بيستسلم. هل في مبرر لاي تشاؤم قد او فكره التشاؤم ومنظور التشاؤم اللي بيعتنقه الشخص؟ هل في مبرر؟ هل عشان في مشاكل كتير، في ضغوطات في الشغل، فبالتالي بتكون دي شماعات خلينا اقول لهذا التشاؤم اللي هو بيتبناه؟ عاده التشاؤم يبدا من قله الحماس. يعني لما يبقى حماسك عمال يقل نتيجه حاجه معينه في دماغك، هي دي اللي بتخلي عندك الإحساس بالتشاؤم. التشاؤم بيجي منين بقى؟ إنك دايماً بتحط السيناريوهات السلبية قبل الإيجابية. أنا هنزل أروح المشوار ده بس مش هنجح فيه، أنا هاخد معاد بس هما مش هيجوا، أنا هدخل المطعم ده والأكل مش هيعجبني. فتلاقي الشخص اللي قدامه قاعد بيقول له طب وليه تفترض البلاء الأسوأ قبل وقوعه؟ أيوة. يعني بلاش نفترض الحاجة الوحشة أنها تحصل، تفائلوا بالخير تجدوه، وإن شاء الله هتبقى كل حاجة حلوة. نبص لها من الناحيه دي، والابتسامة مش كده طبعا، وهذا الصباح والله وهذا الصباح هي مجموعه عوامل مع بعض لا تتجزا. وهو الابتسامه بدون هذا الصباح مش هتبقى ابتسامه. طيب أيوة. سؤال لحضرتك. نعم. لو افترضنا انه حد عرف مواطن الضعف اللي فيه دي، وان هو للاسف كثيرا ما ينظر الى الامور بضعف وعدم تفاؤل و
وقرر ان هو ان شاء الله سيسلك مسلك الناس المتفائله ويحاول يملى نفسه بالطاقه الايجابيه. هنا يبدا يعمل ايه؟ يبدا ينظر للحياه بصعوباتها ايه. ما هي الصعوبات اللي عنده زي ما هي ما اتغيرتش. لكن احنا اللي بيتغير طريقه تفكيرنا في التعامل مع الصعاب. عندك حق. يعمل ايه بقى؟ شوفي بقى، هدي لحضرتك مثال بسيط للغايه بعد اذنكم. اتفضل. حضرتك لما كنا بنتعلم السواقه كان اللي بيعلمنا اللي قاعد جنبنا وانا سايق ببقى خايف وقلقان وببقى بغلط اكتر من ايه من غلطه، وكل شويه احس ان انا مش عارف اسوق. واول ما اللي علمني نزل من العربيه وخلاني انا اللي اسوق لوحدي بدات اتحسن بمسافه كبيره لاني اعتمدت على نفسي، اتحملت مسؤوليه. لاني واستاذ همام معنى كده ان انا لما كنت بغلط وانا سايق ما كانش حد شايفني فكنت بصلح اخطائي بنفسي. اول حاجه استقلاليه الشخص ده اللي هو عنده السلبيه دي، اللي عنده التشاؤم ده، اسيبه ازقه اخليه يعيش لوحده الفتره، يشتغل لوحده، ما يعتمدش على حد، ما ابتديش ابص له كل شويه اشوفه بيعمل ايه. من ضمن الاشياء اللي بتزود احساس السلبيه ان حضرتك بتغذيها من غير ما تقصد. ازاي؟ حاسب يا ابني لا تقع، يقوم يقع. ليه بقى؟ لانك انت وبكته، لانك انت اديته احساس ان هو هيفشل، ان هو مش هينجح. هي دي بتبان قوي في السواقه. لما تكون قاعد جنب حد بيسوق وتفضل تقول له خد بالك، لا على مهلك، لا هتخبط، لا انت بتدوسي برجلك كانك سايقه. فهو بجد بجد لو ما كانش ناوي يعمل حادثه هيخبط، لانه انت بتوتره بتشتت انتباهه. ولانه بدا يقلق لانك انت فاهمه هو بيعمل ايه، فعشان انت فاهمه هو بيعمل ايه ممكن يغلط. عشان كده احنا عايزين مساحه من الاستقلاليه. اخيرا دكتور طارق، هل التشاؤم، هل النظره السلبيه للحياه والقضايا والمشاكل، هل ده بيؤثر على الفعل، على الشغل بتاع الشخص، على طريقه حياته بشكل عام؟ طبعا. لانه بيأجل الخطوات الايجابيه. يعني يقول لك ايه، انا عايز اقدم دلوقتي فكره للشغل ولا ما فيش داعي، لحسن يقولوا ايه، مين اللي قال لك تقدمها؟ والله بجد انه عايز يعمل مكالمه هاتفيه مهمه يقوم يأجلها، بينما بعدها بمده لما يجي يقوم يتصل يقول لك انت كنت فين؟ احنا كان عندنا فرصه عمل ليك وانت اتاخرت في الاتصال. فيبتدي يندم للمره الثانيه يقول لك ايه؟ شفتوا؟ الحياه ما فيهاش امل، الحياه ما فيهاش نتيجه. فيرجع تاني زي ما كان. هو اصلا موجود، هو ما سابش المربع اللي هو عايش فيه، هو مربع مظلم، يفضل يدور في نفس الحلقه المفرغه ما يطلعش منها. ولان هناك من يساعده في ذلك، الناس اللي بتتعاطف معاه ومش بتديله نصيحه. لازم مش التجاهل، لكن لازم ان احنا ما نركزش على هذه النقطه في هذا الشخص. هندعمه بس من غير ما نحسسه ان احنا بندعمه. صحيح. الدكتور طارق الياس خبير التنميه البشريه، شكرا جزيلا لحضرتك ودايما منورنا والله ومسعد. انا بسعد جدا لما ربنا يخليك يا فندم. شكرا جزيلا. الله يخليك يا رب. تدينا حقيقي تبس ونصايح كده هامه جدا بجد. شكرا جزيلا لحضرتك.